السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني الفضلاء أخواتي الفضلاء المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله. إطلالة سريعة في هذه الأمسية المباركة، أسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلها أوقات طيبة، وأن يسعد أوقاتنا وأوقاتكم. حياكم الله، هذه ملاحظة بعد رفع الحظر الصحي في منطقة رقم واحد. الناس خرجت بكثرة بعد رفع الحظر الصحي، بعد رفع جزئي ماشي الكلي، والناس تكاثرت وخرجت، ما بقات كل شيء خرج الدراري. ايوا الانسان ياخذ الاحتياطي، يعني المسائل قد الانسان يحتاط، ياخذ الاحتياط باش الانسان ما يوقع في الخطا وما يوقع في الذي لا تحتاج عقوبة. الانسان يلتزم، لان وجدنا الناس ما ملتزمين شيء، الناس رحلوا لهم وخرجوا حاضر، يا كل شيء خرج الدراري، الناس الله المستعان. نتمنى من الكل الالتزام بالتعليمات والاحتياطات، الانسان باش ما يوقع ثاني في الخطا ونرجع ثاني للصفر، نرجع ثاني للصفر ثاني العد من 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 الصفر، وهكذا. وحياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.